بالبداية بدي أقول انتخاب تشكيل أعضاء المجلس الأعلى، المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب. هيدي المحكمة يلي نحن رافضينها رفضاً باتاً، بحياتنا ما سمعنا فيها وبحياتنا ما حدا حكم فيها، وهن ذاتهم النواب والوزراء هن بدهم يحكموا حالهم. ما بفهم، مثل ما وقفوا 7 أشهر القاضي طارق بيطار بدهم يمحوا لك يون للإهراءات، هيك بيبطل فيه تحقيق، بيبطل فيه شيء ذكرى اسمه شيء 4 آب. صرنا خايفين من انه هالحريقة يلي صار لها اكثر من جمعتين عم بيستعملوا طرق ملتوية ليوصلوا ليقشط لحاله الاهراء. بطلنا عتلانين هم يطلعوا بقرار الهدم اكثر من انه شو عم بيستعملوا طرق لحتى يضعفوها تتقشط. اطلقنا اكثر من حملة لحماية الاهراءات، وفي بندين مدرجين على المجلس، هو البند 25 و40 لحماية الإهراءات، إنه اليوم لازم ضروري إقرار هول القانونين ودغري الضغط على الحكومة لحتى تبلش الإجراءات التنفيذية، يوقفوا الحريق، حمايتها، عدم هدمها، تدعيمها وتصنيفها كمعلم تاريخي.